السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد وقصة جديدة من قناة قصص وقضايا. قصة النهاردة غريبة شويتين، بس طبعا زي ما عودتكم قبل ما نبدأ الحكاية ياريت ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ده غير ان اللايك بتاعكم بيشرفني أكيد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. يمكن حبيت ما بعرف علي وهمني انه هو بده يتجوزني رفضت تسيب جوزها عشان بيصرف عليها والبيت والأمان، بس قتلته بمساعدة عشيقها عشان العشيق كان بيغير عليها من جوزها. في سنة 2015 وتحديدا في لبنان، ماريا عمرها 24 سنة، لكن قبل كده بحوالي 17 سنة في مدينة سوريا بمدينة أدلب بمنطقة عمان. ماريا من أسرة بسيطة، أبوها طلق والدتها لما كانت لسه صغيرة وبقت أمها هي المسؤولة عنها هي وإخواتها. بعد لما الأب تخلى عنهم وبسبب المسؤولية اللي كانت على الأم، ماريا وإخواتها عاشوا حياة صعبة جدا لحد لما ماريا وصلت ل14 سنة. وقتها والدتها قررت إن هي توافق على أول عريس يتقدم لها رغم اعتراض ماريا على الجواز في السن ده، وبالفعل اتقدم لها ابن عمتها واتجوزت وقتها ماريا. افتكرت انها خلاص هيبقى لها بيت واسره وحياه، لكن معاناتها زادت اكتر من اول يوم جواز، وكان بيحصل خلافات بينها وبين جوزها اللي اتعود ان هو يمد ايديه عليها يوميا، يعني كان بيضربها. ومع كتر الاهانه والضرب العيله كانت بتتدخل، لكن كل مره كانت ماريا بتغضب عند والدتها، لكن كل مره كانت ماريا بتغضب عند امها كانت امها بترجعها تاني لبيت جوزها. بس للاسف كان بيزيد في ضربه ليها لحد لما ماريا قررت ان هي تتطلق منه، وبالفعل اتطلقت ورجعت تاني لبيت امها، لكن امها ما كانتش متقبله ابدا فكره الطلاق تماما، وعلشان العادات والتقاليد اللي موجوده عندهم كان ممنوع خروج ماريا من البيت او حتى انها تتكلم مع اي حد من الجيران عشان محدش يتكلم عليها لانها مطلقه. لكن بعد فتره امها قررت تجوزها بس لحد تاني، بس المره دي لابن خالتها اللي هو اسمه حسن وسوري الجنسيه، بس هو كان متجوز وعنده 5 اولاد وعايش ومستقر في لبنان. ورغم ان هو كان اكبر من ماريا في السن، لكن ماريا وافقت عليه بس عشان تحكمات امها اللي كانت دايما حبسها في البيت ومنعاها من الخروج. وبالفعل اتجوزت ماريا من حسن، وبعد كتب الكتاب سافرت معاه لبنان، وكان مجهز لها شقة لوحدها علشان تعيش فيها بعيدة عن مراته التانية وأولاده. وقتها ماريا فرحت جدا بمجرد دخولها للبلد، وحست إن هي خلاص هتبدأ حياة جديدة في بلد جديدة. لكن من أول يوم في شقتها اتفاجأت إن حسن جوزها بيقول لها من أول يوم جواز في قوانين لازم تمشي عليها لو حابة تكملي معايا، لو حابة إن احنا نكمل مع بعض، وأهمها انك ما تخرجيش من البيت ده نهائي من غيري لاي سبب من الاسباب، وكمان ما تفتحيش الباب لاي حد حتى لو الحد ده كان اخوه نفسه. وبالفعل ماريا وافقت، لكنها اتفاجئت ان من اول يوم ليها في البلد حسن سابها وراح لبيت ومراته الاولانيه بعد ما اتفق معاها انه هيجي لها فتره الليل بس عشان ينام عندها. حياه ماريا كانت عباره عن انها طول اليوم بتقضيه بين 4 حيطان، وحسن الصبح بيروح على شغله وبعدها يتغدى عند مراته الاولى واولاده، وبالليل يرجع لماريا عشان يتعشى وينام عندها. ويوميا كان على كده، رغم ان الوضع ما كانش عاجب ماريا ابدا لان كان نفسها تطلع وتخرج وتتفسح وتشوف الحياه، لكنها رفضت بالامر الواقع وعاشت. لكن جوزها حسن كان حاسس دايما ان ماريا ما بتحبهوش ووافقت على الجواز بس عشان تهرب من الظروف والحياه اللي كانت عايشاها في سوريا. وبالفعل حسن صريحها بكده. وقتها ماريا قالت له انه اكيد بيتهيأ له وانها بتحبه، بس قعدتها طول اليوم لوحدها مأثر على نفسيتها شويه، وطلبت منه انها تخلف عشان تنشغل في الولد اللي هيجي. ورغم ان حسن كان معترض على الحاجه دي لكنه وافق. وبالفعل تعدي الشهور وماريا خلفت، لكن بسبب انها عايشه لوحدها ولسه ام لاول مره وهو طول اليوم مشغول عنها، حسن قال لها انه يعرف واحده ست من سوريا عايشه هنا في لبنان، ست كبيرة في السن ومتجوزة وأولادها كبار ومتجوزين، وأن معظم السوريين اللي هنا بيحبوها جدا، وأنه هيطلب من أم أحمد تيجي علشان تزور ماريا، وكمان ماريا تقدر تروح تقعد وتزورها في بيتها، وأنه هيدي رقمها لأم أحمد. وبعد يومين
ماريا بتتفاجأ برقم أم أحمد بتتصل عليها وبتاخد منها ميعاد علشان تزورها، وماريا بتلاقيها ست طيبة جدا، وبيبدأ تبادل الزيارات ما بينهم. ومع تكرار الزيارات ماريا وثقت جدا في أم أحمد وبدأت تفضفض معاها في الكلام، وتقول لها إنها ما بتحبش جوزها حسن وإنها اتجوزته بس عشان تهرب من اللي كانت عايشة فيه مع والدتها. أم أحمد كانت ست طيبة جدا ودايما بتواسي وتطيب بخاطرها وبتنصحها. لكن في إحدى الزيارات ماريا لبيت أم أحمد بيدخل ابنها إبراهيم واللي عمره 24 سنة، ودي كانت أول مرة ماريا بتشوفه فيها، لكن من أول نظرة ماريا أعجبت بيه جدا لأنه من نفس عمرها. وبعد انتهاء الزيارة ولما ماريا روحت بيتها اتفاجأت باتصال من رقم غريب، وبمجرد ما ماريا ردت لقت واحد بيقول لها إن هو إبراهيم ابن أم أحمد وإنه معجب بيها جدا من زمان، وإنه كان دايما بيشوفها من خلال زيارتها لأمه، وكان بيقف ورا الستارة عشان يبص عليها ويسمعها، وإنه عارف المشاكل اللي ما بينها وما بين جوزها حسن وإنها ما بتحبوش. ولما ماريا سألته جاب رقمها منين قال لها إنه أخد رقمها من على تليفون والدته من غير ما هي تعرف. وقتها ماريا زعقت له وقفلت السماعة في وشه، وبعدها اتصلت على أم أحمد واتهمتها إنها ادت رقم تليفونها لابنها إبراهيم، لكن أم أحمد اعتذرت لها وقالت لها إنها ما تعرفش أي حاجة من اللي هي بتقوله. بس ماريا كانت أنهت الكلام معاها، ورغم اللي ماريا عملته لكنها كانت مبسوطة جدا إنها لسه مرغوب فيها وإن إبراهيم معجب بيها، لكنها قررت إنها ما تمشيش ورا هواها. وأول لما حسن جوزها رجع بالليل ماريا قالت له إنها اتخانقت مع أم أحمد وطلبت منه إنه يغير لها رقم التليفون بتاعها، وبالفعل جوزها وافق. وبالفعل ماريا قررت إن هي تعيش حياتها وتنسى الموقف ويعدي الوقت والشهور، وماريا بتولد لتاني مرة. لكنها في يوم بتتفاجئ إن جوزها بيقول لها إنه شاف أم أحمد وإنها بتسأل عليها وإنها عايزة تشوفها، وبعد إلحاح منه طلب منها إنها تزور أم أحمد، وبالفعل ماريا وافقت. وتاني يوم راحت لبيت أم أحمد لكنها اتفاجئت بإبراهيم هناك. وقتها ماريا ما قدرتش تمنع نفسها عنه واتكلمت معاه وأقنعها إن هو بيحبها جدا وإنه عايز يتكلم معاها، فماريا وافقت وديته رقم تليفونها الجديد. وبعد لما خلصت زيارتها مع أم أحمد وأول لما روحت البيت لقيت إبراهيم بيتصل عليها واتكلموا مع بعض، وبدأت الاتصالات التليفونية ما بينهم تزيد لحد لما إبراهيم طلب إن هو يشوفها، وبالفعل اتقابلوا في فندق في أطراف المدينة واتطورت بينهم العلاقة لعلاقة غير شرعية. وقتها إبراهيم أقنعها إن هو بيحبها جدا وإنه مستعد يعمل أي حاجة علشانها، وعرض عليها إنهم يهربوا لأوروبا، لكن ماريا كانت بترفض لكذا سبب، إن أولادها لسه صغيرين وكمان الباسبور وأوراقها مع جوزها حسن، وطلبت من عشيقها إنهم يفضلوا في علاقتهم الغير شرعية كده أفضل ليهم. بس عشيقها رفض لأنه كان بيغير عليها جدا من جوزها لما بيعرف إن جوزها حسن بياخد حقوقه الشرعية منها، وأصر على ماريا إنهم يهربوا سوا. وقتها ماريا قالت له إنه يسيبها يفكر شوية، وبعد تفكير من ماريا لقيت إن عشيقها أصلا عاطل ومعندوش أي دخل، وقالت له ازاي هتصرف عليا وعلى اولادي لو هربت معاك، وانها قاعده كده في بيتها ومع اولادها وكمان جوزها بيصرف عليهم وبتقابل عشيقها براحتها في اي وقت هي بتعوزه، وهروبها هيخسرها كتير. وقالت الكلام ده لعشيقها اللي اقتنع جدا بكلامها، عشان كده اتفقوا ان هم يقتلوه عشان كل مشاكلهم تتحل ويقدروا يعيشوا في بيت الزوجيه بتاعتها براحتهم. لحد يوم الواقعه يوم 13 يناير سنه 2015 حسن رجع لبيته بالليل، وبعد لما اتعشى دخل ينام، ولما ماريا اتاكدت ان هو نام اتصلت على عشيقها عشان يجي، وبالفعل فتحت له الباب ودخل، لكنها قالت له انها مش هتقدر تشوف المنظر ده، فعشيقها طلب منها انها تدخل في الاوضه وتنام مع الاولاد، ولما تصحى الصبح كانها اتفاجئت من اللي حصل. وبعد ما عشيقها خلص مهمته بعد كام ساعه على الساعه 6 الصبح، ماريا صحيت الصبح وفتحت الباب وصوتت وقالت ان جوزها مات وقتها. الجيران بيتصلوا على رجال الشرطه، وبوصولهم وباستجواب ماريا قالت لهم ان اكيد كان في حراميه هم اللي دخلوا بالليل من غير ما هي تحس وقتلوه، لانها متعوده ان هي تنام جنب اولادها في الاوضه الثانيه، وانها اتفاجئت باللي حصل ده الصبح. لكن بمعاينه رجال الشرطه للمكان ما لقوش اي كسور في نوافذ الابواب ولا الشبابيك، وكمان ما كانش فيه اي مسروقات. وقتها تم تحويل الجثه للطب الشرعي، ورجال الشرطه اخذوا ماريا علشان يحققوا معاها لانها هي الشاهد الوحيد في مكان الحادثه. وقتها ماريا بتخاف جدا لكنها بتصر على اقوالها، لكن اثناء التحقيقات رجال الامن بيكتشفوا رسائل على تليفونها اللي كانت بينها وبين عشيقها ابراهيم، وكان من ضمنهم رساله بيقول لها لو هي ما هربتش معاه هيموت جوزها. في اللحظه دي ماريا خافت واعترفت بكل حاجه وعلى ابراهيم، وقالت ان هو فعلا اللي قتله، وتم القبض على ابراهيم
اللي قال إن ماريا هي اللي حرضته، وفي النهاية كل واحد رمى التهمة على التاني، وبعد التحقيقات والمحاكمات تم الحكم على إبراهيم بالإعدام، وماريا تم الحكم عليها بالمؤبد. أما أولاد ماريا فزوجة حسن أخذت الأولاد عشان تربيهم وهجرت بيهم لألمانيا، وربنا يرحم حسن. لحد هنا بتنتهي قصتنا النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وقصة جديدة من قناة قصص وقضايا، والسلام عليكم.